افتتح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب ومعالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ملتقى دناتا للسفر تحت شعار آفاق جديدة نحو الابتكار والاستدامة في عالم السفر، والذي أقيم اليوم في أبراج الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي للشباب. وتضمن الملتقى حلقة شبابية عن الصعوبات التي تواجه السياحة الداخلية وخطط المستقبل لعالم السفر في ظل الابتكار والاستدامة. وشارك في الملتقى عدد من ممثلي الفنادق العالمية إلى جانب هيئة السياحة السعودية التي قدمت عروضا سياحية مميزة مع شرح للمشاريع القائمة والمستقبلية. التعاون كان ما بيننا كمجلس دبي للشباب ومجموعة دناتا وبدعم المؤسسة الاتحادية للشباب، ان اليوم نحن ننشر الثقافة للشباب في موضوع السفر، موضوع الأعراس، موضوع الباكجات، والناس اليوم الشباب بيسوونها وبيسافرون لها. فاليوم ان شاء الله بيكون اكيد في تعاون مستقبلي ما بين المؤسسة الاتحادية للشباب وما بين دناتا للسفريات، ان شاء الله بنطرح بعض الأفكار وبعض الحلول للشباب نوفر عليهم في خططهم المستقبلية. دائما على تواصل مع الجهات المعنية وصناع المحتوى أن نتعاون معهم بشكل كبير عشان نستقطب جزء أكبر من شريحة المجتمع، ونحاول نروج للسياحة الداخلية ونعزز من نسبة نسبة السياحة اللي تساهم في اقتصاد الدولة بشكل عام. ففي دناتا دائما على تواصل مع الشركات الكبيرة اللي ممكن نحن نروج فيها في الدولة.